بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ما زال الكلام عن الزهراء عليها السلام بين دائرة الوحي والنبوة، لنكمل ما بدأناه في الجمعة الماضية والحديث في بيان منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، والوقوف على ما أورده الشهيد السعيد السيد الصدر قدس سره في جملة من النصوص في بيان ذلك. وسيكون الكلام بعدة نقاط: أولاً، كونها سيدة نساء العالمين، فقد روي مرفوعاً إلى علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام: يا بني، إن الله أشرف على الدنيا فاختارني على رجال العالمين، ثم اطلع ثانية فاختار زوجك على رجال العالمين، ثم اطلع ثالثة فاختارك على نساء العالمين، ثم اطلع رابعة فاختار ابنيك على شباب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد وعده ورجه ولعن عدوه وانصر ولده مقتدى مقتدى مقتدى. يا الله، يا محمد، يا علي، يا مهدي، انصر. وقد علق شهيدنا السيد الصدر قدس سره على هذه الرواية حيث قال: أشرف على الدنيا فاختارني على رجال العالمين، ولم يقل على رجال الدنيا وإنما على رجال العالمين، وكذلك على نساء العالمين، وكذلك على شباب العالمين، ولم يقل على رجال الدنيا أو نساء الدنيا أو شباب الدنيا. معناه أن المسألة أعم من ذلك وأشمل بكثير، كما هو واضح مع شيء من التفكير. فيدل الحديث على أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله خير الخلق على الإطلاق، وعلياً عليه السلام خير الخلق بعد الرسول، وفاطمة خير الخلق بعدهما بما فيها ولداها الحسن والحسين، والحسن والحسين خير الخلق بعدهم بما فيهم الأئمة التسعة من أولاد الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن عدوه وانصر ولده مقتدى مقتدى مقتدى. يا الله. ثانياً، في كونها باب الله وكلماته التي تاب بها على آدم عليه السلام، فعن ابن عباس قال: سألت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقى آدم من ربه فتاب عليه. قال: سأله بحق، لاحظوا، سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب علي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن عدوه وانصر ولده مقتدى مقتدى مقتدى. يا الله، يا محمد، يا علي، يا مجيد. ثالثا، إنها أشبه الناس، أي الزهراء عليها السلام، إنها أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. وروي عن عائشة ذكرت فاطمة عليها السلام فقالت: ما رأيت أحداً أصدق منها إلا أباها. وعن أم سلمة
أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أشبه وجهاً وشبهاً برسول الله صلى الله عليه وآله. رابعاً، إنها خير نساء الأمة وفضلت على نساء النبي وبناته. فروي عن الأصبغ قال: سمعت عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: والله لأتكلمن بكلام لا يتكلم به غيري إلا كذاب. ورثت نبي الرحمة وزوجتي خير نساء الأمة وأنا خير الوصيين. وهنا يقول الشهيد السيد الصدر قدس سره: ومن الواضح إنه كلام لا يستطيع أن يقوله غيره إلا كذاب. ومقصوده من الميراث ورثت نبي الرحمة هو ليس وارث مالي بالمعنى الحقيقي، لا، ومقصوده من الميراث ميراث العلم. ومن المعلوم إن ميراث علم رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن لأحد أن يحمله أو يطيق مسؤوليته إلا شخص مثله ويكون كنفسه، وهو أمير المؤمنين عليه السلام. ومن هذا المنطلق دعا سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله كل الباحثات عن أسوة وقدوة في الإيمان والشرف. المرأة تبحث عن قدوة، هذه الزهراء قدوة. ومن هذا نعم في الإيمان والشرف والعلم والعفة والصدق للتمسك بفاطمة عليها السلام. فقال أعزه الله: فيا نساء الإسلام ويا نساء العالم، تلك أسوتكن الحسنة فسرن نحوها وتكاملن بكمالها، عسى الله أن يرفعكن مقاما عليا. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين، واجعلنا يا ربي من السائرين على هديها والمتمسكين بعصمتها، ولا تفرق بيننا وبينها في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على خير خلقه محمد وآله المعصومين.